خلصنا الشوط الأول، عندنا الشوط الثاني يوم السبت إن شاء الله. البداية كانت كويسة جدا، كنا محتاجينها جدا في التوقيت ده، كان لازم إن احنا نكسب، كان لازم إن احنا نفوز، كان لازم إن احنا نشوف أداء كمان على الأرض حلو. شفنا ده إلى حد كبير، ولكن رجعنا قلنا تاني خلصنا من الشوط الأول، يلا نركز في الشوط الثاني. الجماهير حتى ما بقاش عندها حتة أو لزعت هنا الانتقاد، ما حدش ضخم قوي من اللي حصل، وما حدش حتى انتقد أي حاجة حصلت، قال لك خلينا ننتظر، خلينا ما يبقاش عندنا يعني أسبقية هنا الحكم على أي حاجة. وده أعتقد في حد ذاته يعني إنجاز كبير جدا وثقافة متغيرة، وأعتقد ده اللي احنا كنا محتاجينه، وده اللي بيترجم إن هو دعم في الأول وفي الآخر لمجلس الإدارة وللجهاز الفني وللنادي الأهلي. كابتن أحمد صباح الفل. كابتن أحمد عبد الفتاح طبعا نجم الأهلي السابق اللي منورنا، وسعداء بيك، وبقالك غيبة برضو فترة طويلة، صباح الفل عليك في البداية. صباح الخير، وصباح الخير يا كريم، صباح الفل، صباح الخير على جميع النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكل ما ينتمي للنادي الاهلي. منور الدنيا، بنسعد دايما بوجود حضرتك معانا، واكيد عندنا تفاصيل كتير عايزين ندردش مع حضرتك فيها. اكيد، وبطبيعه الحال لازم تكون البدايه بالاقرب اللي هو اللقاء بقى المرتقب، الاياب بين الاهلي واتحاد المنستيري التونسي. في ضوء اللي شفته في الشوط الاول انجاز التعبير اللي هو مباراه الذهاب، تتوقع هيحصل ايه ان شاء الله في مباراه الاياب؟ قبل اي حاجه بتبقى نقول بدايه مطمئنه، مطمئنه لجماهير النادي الاهلي، لاداره النادي الاهلي، جهاز فني جديد لسه بيحط بصماته على التيم. التشكيل كمان بدا يخش فيه ناس بقالهم كتير ما دخلوش، مثلا زي محمود متولي اللي ظهر بصوره جيده جدا من وجهه نظري، اول مره يلعب جنب عبد المنعم، ففي حاجات كتيره بتخش للتشكيل. سافيو اللاعب البرازيلي اللي ظهر من وجهه نظري بصوره جيده من اول مباراه. لسه بنقول يعني مش عايزين نحط الراجل تحت اختبار، لا احنا لسه في بصماته بتخش شويه بشويه. بدايه كويسه طمنتنا انك تكسب اتحاد المستيري في تونس. انت عارف الملاعب التونسيه والجماهير التونسيه والفرقه التونسيه مع مباراه الفرقه المصريه بتبقى مباراه صعبه جدا، هتكسب هناك على الملعب الاتحاد المستيري هناك، دي بدايه كويسه جدا واداء مطمئن. كوره بتتلعب شكلها حلو، الحمد لله بقالنا كتير ما شفناش النادي الاهلي بالشكل ده، انا شايف ان دي بدايه مطمئنه ان شاء الله. كويس جدا. فكره هنا الحكم من الاول كده على الاداء او المبالغه في الحكم، مش بتكلم من جماهير النادي الاهلي، خلينا نتكلم على بعض ما قيل او كتب او حتى بعض المنابر الاعلاميه اللي البعض فيها طلع وقال لك اصل سافيو ده مش عارف ايه، اصل احنا ما ينفعش نحكم غير لما نشوف، انا مش شايف حاجه قدمها كولر. عارف حضرتك بعض الحاجات اللي بتتقال، تركيز زياده قوي وغير منطقي الكلام، واحنا لا يعني احنا بجد ما بنردش، ما بنطلعش نرد عندنا ابدا، لان لا نعير اهتمام لكلام زي ده ابدا، ولكن في بعض الاحيان كده بتبقى عايز تقف او تعمل وقفه تقول هو المنطق لما يبقى موجود كده اصلا في حاجه اسمها ان انت تحكم من اول مباراه بتتلعب؟ ده انت اول مباراه بتتلعب، سيبك من الوديات، اصلا احنا ما شفناش وديات اتلعبت وما شفناهاش، فانت على اي اساس طالع بتهاجم او طالع حتى بتتكلم بهذا الشكل يعني؟ لا الموضوع ممكن. الموضوع في كلمه واحده حاجه بقى تضحك. لا والله. لا الموضوع في كلمه واحده، الترند يحكم. والله صح، هو الموضوع ترند وللاسف موضوع... من قامات يعني مفروض ان هي تحافظ على اسمها، يعني طالعه وبتتكلم ولا فارق معاها قيمتها. انا لما اجي اتكلم دلوقتي بتكلم على النادي الاهلي والاداء، بتكلم كلام الطبيعي، ولا حد هيتكلم في الكلام الطبيعي. ايه اللي هيعمل ترند؟ الكلام اللي مش طبيعي. النقد اللي مش طبيعي هو اللي هيعمل ترند. لما اجي اقطع دلوقتي في حد، اقطع في مدير فني، اقطع في لعيبه، هو ده اللي بيتعمل عليه ترند. لكن لما اتكلم في الطبيعي في النورمال ان اللعيبه قدمت مباراه عاديه، الموضوع اتعدى كتير زمان قبل سيطره السوشيال ميديا وسيطره الترند على الامور. يعني كانت الصحافه الرياضيه صحافه رياضيه كما ينبغي، كلام محترم واقلام موضوعيه بتكتب وبتحلل وبتنتقد، لكن احنا في زمن السوشيال ميديا هي دي بالظبط. كان زمان كنت تفتح الجورنال كده تقرا حتى العنوان، تلاقي العنوان كده كلام جميل والمحتويات بتاعت الموضوع وتقييم للموضوع وتقييم للعيبة اذا كان اي حد ينتمي للنادي الاهلي او ينتمي للنادي الزمالك، لكن في موضوعيه لاي اي موضوع او اي مباراه. لكن احنا دلوقتي بنشوف حاجات تانية خالص، زي ما بقول لك الترند يحكم. حاجه احنا برضو الحاجات دي مش هنفكر فيها يعني ما بنفكرش، بس كده عارف من حين للحين تحس اللي هو يا جماعه طب فين يعني حضرتك دلوقتي لما بتبقى بتدور على ترند وانت قامه كبيره، وانا لا اتحدث عن شخص بذاته على فكره، ولكن يعني انت مش خايف الكريديبيليتي المصداقيه بتاعتك تروح ولا يبقى بقتش فارقه كمان؟ لا 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 هو الموضوع يعني دي كمان ما بقتش فارقه. لا الموضوع مش كده، الموضوع خلاص قلب ترند وقلب موضوع كوميدي.
ولا بان انا اخش على التليفون على اليوتيوب على اي حاجه العنوان ان اي شخص ما بيقطع فكل الناس تقدر تخش عنوان جذاب. فهي هو الموضوع بقى كده. يلا ما علينا. الموضوع مش موضوعي. خلينا نتكلم اكتر عن ان شاء الله السبت الجاي وهذه المباراه. وناس كتيره معلش بقى خليني برضو انا وجهه النظر يقول لك المباراه دي خلاص سهله جدا وهتعدي بسهوله وسلاسه، واحنا طالما عدينا من الذهاب وعلى ارضهم واول مباراه واتفتحت كده يعني خلاص اللي جاي ده سهل جدا. ده ممكن يعمل نتيجه عكسيه للاسف الشديد، خصوصا ان اكيد الاتحاد المنستيري هيجي عندك ويبقى عايز يعوض بشكل كبير جدا يعني. اكيد بس خبرات لعيبه النادي الاهلي، انا بصي انا ما بقاش عندي خوف من دور 32 النادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص كل تفكيري في دوري المجموعات، تبدا بدوري المجموعات وتبدا بقى تجمع ابناط لعيبه النادي الاهلي. وخبرات لعيبه النادي الاهلي خلاص عودتنا ان احنا ما بنفكرش اول حاجه نبدا نقلق من دور الثمانيه. ايوه صح، دور الثمانيه هو ده اللي تحس بيه شويه، بدات الفرق تتصفى تظهر الفرق الافريقيه الجامده. الضغط اعلى طبعا. بالظبط كده، لكن احنا زي ما بقول لك عندنا طموح، احنا جايين من كبوات انا شايفها النادي الاهلي مش متعود عليها خالص، خساره موسمين الدوري العام. لا عندنا خلاص كل ده، الصفحات دي كلها اتقفلت، عندنا اهداف مرتبينها، عندنا بطوله افريقيا اللي احنا الحمد لله متمرسين فيها وابطال فيها، اقل حاجه عندنا بنوصل للنهائي لما ناخد البطوله. يعني انا بتكلم في 15 نهائي النادي الاهلي وصل 15 نهائي لبطوله افريقيا، فاز ب 10، خسر 5 بطولات في المباراه النهائيه، فده حاجه انجاز صعب اي حد يوصل. احنا عندنا زي ما بقول لك لعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي عندها الطموح، جايبه جهاز فني على اعلى مستوى. لعيبه النادي الاهلي عشان الناس اللي بتقعد تتكلم هو النادي الاهلي ليه ما جابش صفقات، هو انا ليه اجيب صفقات؟ هو بالعدد مش بالعدد، طول عمر النادي الاهلي يعني طول عمر النادي الاهلي يعني بيشوف الناس اللي عنده بالزبط. بيشوف هل الناس اللي بره او اللعيب اللي بره افضل من الناس اللي عندي، عشان ما هو انا بجيب الناس اللي بره عشان لما الاقي عندي مشكله في مكان معين فببدا ابص بره، ابص الاول في قطاع الناشئين عندي وبعدين ابص في الانديه الثانيه. في ضوء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، تقييمك بقى ايه للصفقات اللي استجدت في النادي الاهلي مؤخرا سواء سافي برونو شادي حسين؟ اكيد اكيد اكيد، زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي بيحسبها، عنده اداره للكوره تقدر تشوف في تقارير بتتعمل لنهايه الموسم، بيتقال ان عندنا مشكله في الجانب الهجومي مثلا، قدر النادي الاهلي يفكر، جاب شادي حسين مهاجم جيد في الدوري المصري مع السيراميكا، اداؤه جيد، طبيعه لعبه وروحه وحماسه يمشي مع لعب النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. مهم جدا، ممكن يكون لعيب عندك مميز بره بس ما يقدرش يخش جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه طبيعه خاصه، لعيبه النادي الاهلي ليهم طبيعه خاصه، لعيبه متعوده على البطولات، لعيبه متعوده ان تتحط تحت ضغط على طول من اول الموسم لاخره، مباراه كل مباراه بالنسبه لهم بطوله. قدرنا نجيب شادي حسين، جبنا خامه كويسه قوي ميسي من سيراميكا، ده انا شايف ان من اللعيبه الجيدين جدا اللي ظهروا الموسم اللي فاتت بس محتاج وقت شويه، من اللعيبه الجيدين جدا. سافيو اللاعب البرازيلي انا شايف من وجهه نظري بدايه، النوع ده من اللعيبه احنا محتاجينه، لعيب بيحط الكره تحت رجله كويس، بيفكر كويس، بيلعب المهاجمين كويس، ده مكان رقم 10 في الملعب، ده مكان مهم جدا. بيلعب عندنا في قفشه، فلما بيكون قفشه مش موجود بيبقى عندك مشكله في البديل، فاحنا جنبنا دلوقتي صافي موجود، قفشه موجود، عندنا مثلا الفراوده، عندنا شادي، عندنا محمد شريف، عندنا حسام حسن، ودول حتى كمان بقى عندك البديل. بس كونه برازيلي ففي ناس كانت متوقعه انه من اول ما يحط رجليه في ارض الملعب هتشوف اكروبات عاليه. هتشوف نار، هتشوف نار. لا مش منطقي برضه الكلام ده، مش منطقي يعني. احنا لسه بدايه موسم. لسه بدايه موسم. مين نجم راح وعلى الكره العالميه؟ انا هنا بسال السؤال ده على المستوى كمان الكره العالميه. مين نجم راح حتى لو ميسي من لما انتقاله من برشلونه لباريس سان جيرمان او حتى كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد عودته مره ثانيه، مين فيهم ولا بديك اسامي غير اول مباراه ولا ثاني مباراه عمل حاجة. لا طبعا لا يعني ما هو ده اللي بيعصبني والله العظيم. انا امبارح قاعده قبل ما انام عماله اقلب مش كده جايه النهارده ومش هقول تاني الاسامي وعني نفسي اقول لا 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 عايزه اخش جوه الشاشه اقول انت بتقول ايه يا كابتن عيب يعني انت قيمه كبيره. حاجه كانت مستفزه جدا. فمعلش يعني ايه عايز من اول ما سافيو ينزل الملعب؟ انت حضرتك انت عملتها لما كنت لاعب يعني انا مش فاهمه الصراحه. خلوني ساكته. لا هو زي ما بقول لحضرتك لا كل حاجه زي ما بقول لك احنا الناس اللي المفروض بتتكلم في الكوره بعقلانيه او بدراسه او اشتغلت في الكوره بعيد عن الترند بتبقى عارفه ان اول مباراه بعد فتره اعداد طويله بعد
مش عايزين ننسى ان لعيبه النادي الاهلي كانت واخده راحه طويله، مش عايزين ننسى ان اخر الموسم حصل فتره راحه طويله والناس بدات تشتغل فتره الاعداد مع مدير فني جديد، في فكر جديد للفرقه، في شغل جديد، في مجموعه اول مره تلعب جنب بعض. الحاجات دي كلها لما بنيجي احنا نبص او بنقيم الفرقه بنحسبها بنفكر فيها. انا شايف ان احنا اول مباراه بنسبه 60% اشتغلنا كويس، عندنا لسه كتير، لسه جاي كتير، احنا لسه بدايه الدوري، لعيبه هتلعب هياخدوا زي فورمه المباراه، فورمه المباراه دي مهمه جدا 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 بالذات المباراه الرسميه، هتوصل باللعيب لفورمه معينه ان شاء الله وهنشوف شكل جديد ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب خلينا احنا هتلاقي كلامنا رايح جاي ما بين الاهلي وما بين يعني سواء ماتش اليوم السبت الجاي ان شاء الله، وكمان عندنا ماتش تاني في منتهى الاهميه الدوري الاسماعيلي، وهو دايما لقاء ليه خصوصيه شديده جدا ايا كان بيتلعب في اي اطار او في اي بطوله من بطولات لقاء الاهلي والزمالك، لقاء ماتش السوبر. السوبر اكيد. برضه حضرتك توقعاتك ايه بالنسبه للماتش ده؟ طبعا مباراه الاهلي والزمالك ليها طابع خاص في اي بطوله، ماتش ودي صحيح، اي حاجه مباراه الاهلي، الاسم الاهلي والزمالك اكيد بتصدر كل الاهتمامات بالنسبه للجماهير المصريه. اكيد المباراه صعبه جدا، ضغط، المشكله ان احنا عايزين نشيل الضغط على لعيبه النادي الاهلي، انك انت لما تكون خسران بطوله وتلعب على كنت تعوض دي مشكله كبيره جدا. لكن انا عارف لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي، مفروض ناخد المباراه بهدوء، هي بطوله اكيد بتنضم لكتيبه البطولات للنادي الاهلي، للسجل البطولات في النادي الاهلي. لكن انا شايف في حاجات مبشره في اداء النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله تكون المباراه نفسها يومها لعيبه النادي تكون في حالتها، الثقه في نفسنا ان احنا فرقه كبيره، زي ما بقول لك بطولات كبيره جدا، خسارة الدوري دي ما تقللش منا خالص، بالعكس احنا بنعيد او ترتيب اوراقنا ونشتغل الموسم الجديد ان شاء الله تكون بدايه الموسم ان شاء الله ببطوله السوبر باذن الله. يا مسهل، على الاقل خسرت الدوري يعني مرتين ورا بعض ما حصلتش من 20 سنه، يعني ما احناش متعودين عليه. انا فاكر اخر مره انا اول سنه طلعت الفريق الاول سنه 90 91 في نادي الزمالك، وبعدين طلعت انا كان 93 91 92 طلعت 93 كنا خسرت الاهلي الدوري موسمين، خدنا الدوري بعديها 7 مواسم بس. فيعني معلش لغه الارقام برضو ايه، انا دايما بحب ارجع للغه الارقام يعني. على كل حال الماتش السوبر طبعا الحلو فيه لحد دلوقتي كمان ان احنا بنتكلم لعبنا 3 وديات ولعبنا ذهاب وهنلعب ان شاء الله اياب، وعندنا 3 ماتشات دوري قبل اللقاء مع الزمالك، فاعتقد ده كله فتره اعداد كويسه جدا يعني. أكيد. احنا ماشيين كده حسب الجدول بشكل الى حد ما محترم او الى شكل بحد ما كويس او قوي تدريجيا كمان بنتكلم، فده بيؤهلنا ان ماتش بقى الاهلي والزمالك والسوبر اعتقد ده اللي ممكن ساعتها نبدا نحكم على هذا الفكر. وطبعا زي ما احنا عارفين على كولر يعني، وكل كل مدرب مدرسه يعني، كل مدرب ليه مدرسه معينه. اكيد موسيماني كان ليه مدرسه، سواريش ما شفناش المدرسه قوي ما لحقناش، بس يعني اكيد كان ليه مدرسه معينه. كولر هنبتدي نفهم مدرسته ايه، بس من بدايه كده ماتش بتشوف ان المفروض من وجهه نظر كابتن احمد مدرسه كولر تكون اكتر ايه، واللي من ناحيه اللي محتاجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ والله انا يعني من وجهه نظري او برضو يعني اللي خلى العلاقه الجيده بين جمهور النادي الاهلي ومثلا مستر موسيماني في لحظه من اللحظات، احنا كشعب بنحب قوي النادي الاهلي يكسب نادي الزمالك. موسيماني كان متفوق في النقطه دي على نادي الزمالك، كان في علاقه حب كبيره جدا بين جمهور الزمالك وموسيماني بسبب النقطه دي. كولر والله كولر لو ان شاء الله كسبنا السوبر وكسب الزمالك هتلاقي موضوع مختلف تماما. صح، انت ممكن صح تخسري اي مباراه، جماهير نادي الاهلي ترضى باي خساره ممكن من اي فرقه، لكن نادي الزمالك المباراه دي بتقرب المسافات جدا بينها وبين اي مدير فني، بتقرب الود، بتقرب الحب، بتحس ان القبول اي حاجه بيبقى فيه قبولها بينها وبين المدير الفني. فانا شايف ان المباراه دي نقطه مهمه جدا في العلاقه بين كولر وجماهير النادي الاهلي. برضو انا احنا ده جماهير النادي الاهلي، احنا بتوع كوره ما بنحسبهاش بمباراه، لا احنا ليه معطيات، في معطيات بتشتغل عليها، في الراجل ده عمل ايه الفتره اللي فاتت، اشتغل ازاي، وصل بالفرقه لايه. اتمنى ان 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 الوفاق ده او التفاهم او التجانس بين اللعيبه والجهاز الفني يحصل بسرعه، فده يبان في المباراه اللي جايه. شفنا في الاتحاد المستيري، في المباراه الجايه الدوري، مباراة الزمالك، لكن التجربة دي مش عايزين
يعني نحسبها من الاول او نفكر فيها من الاول ونحكم عليها من الاول. الموضوع محتاج وقت. عندنا بطولات كتيره، عندنا الدوري عام زي ما بقول لك، عندنا بطوله افريقيا ان احنا ان شاء الله النهارده السنه دي بقى باذن الله نعوض الخساره الموسم اللي فات في النهائي وناخد البطوله السنه دي. طموحات لعيبه النادي الاهلي يرجع بيته بقى الدوري بقى يرجع بيته يا كابتن احمد. الدوري يعني احنا دلوقتي جماهير النادي الاهلي ما بتفكرش في افريقيا خلاص، تحس ان خلاص الافريقيا أيوة دي بالنسبه لنا احنا عايزين الدوري. دي على فكره طول عمرها برضو من ضمن الامور اللي بتلفت يعني الانظار، فكره ان اي بطوله الاهلي بيحصل عليها كوم والدوري كوم تاني، مع ان احنا بنتكلم على حتى يعني في بعض الاحيان ممكن يبقى الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه واخد مثلا المركز الثالث وميداليه ذهبيه، بس فرحه الفوز بالدوري ليها دايما طعم خاص. ليه؟ هقول لك ليه. لانك انت بتفوز بالدوري مع المنافس التقليدي نادي الزمالك. البطوله التاسعه كان ليها طعم خاص، بطوله افريقيا طعم خاص. ليه؟ لانك كسبت الزمالك في النهائي. أيوه. غير اي بطوله كله بيتكلم دلوقتي على بطوله افريقيا يعني التاسعه. أيوه. الاهلي القاضيه ممكن هي دي اللي كل الجمهور بيتكلم عليها، انك كسبت مين؟ المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك. فده الطبيعي. الدوري انت بتبقى ليه فرحه لانك انت بتاخده من نادي الزمالك. بطوله السوبر اللي جايه ليه طعم مختلف عشان كسبت نادي الزمالك. مكسب نادي الزمالك هو بطبعه خاص او فرحه او بطوله لوحدها غير اي بطوله. انت عارف ان الشعب المصري بيحب النكته، بيحب ان احنا نقعد نهزر مع بعض اذا كان الاهلي والزمالك، وتخش بقى على الفيسبوك ده بيحفل على ده وده بيحفل. هي خلاص بقت ده لغه الشعب المصري دلوقتي، ان النادي الاهلي لو كسب الزمالك هو بيحصل الترند اللي بيحصل او بيحصل الجماهير بتقعد تهزر مع بعض. انا شايف نهزر بس ما نستهزئش بقى او ما نقللش من بعض، لان يعني ما توصلش طبعا، لان في فرقه بتكسب دلوقتي فرقه بتخسر دلوقتي. دي هي كره القدم كده، كره القدم ما حدش بيكسب على طول، ما حدش بيخسر على طول. والله يا كابتن احمد اقول لك على حاجه، يعني ده حضرتك بتخاطب جماهير على المستوى الجماهيري، ده مطلوب للاسف أكيد. الشديد اصبح في اعلاميين، ودي كانت قاعده انا قاعداها مع يعني احدى الزميلات اللي بتنتمي لنادي اخر، وهي بتتكلم بلغه يعني بطريقه حديه جدا. انا كنت نفسي اقولها هو انت بتطلعي تتكلمي في التلفزيون ازاي طالما انت بتتكلمي بهذا الشكل بين صحابك؟ وهي صاحبتي، بس يعني ازاي بتتكلمي كده ومش عارف ايه وعماله. وقمت رد عليها رد واحد، قلت لها دولاب البطولات اللي عندنا بنبني واحد تاني عشان احنا مش مكفينا. خلصت القصه. خلينا على كل حال، وانا ما بقولش عن مين ونادي ايه، انا بقول حد منافس. على كل حال خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضرتك، لسه عندنا ملفات مختلفه عايزين نتكلم بقى عن الدوري وايه القرعه اللي كل شويه تجيب لنا الاسماعيلي اول ماتش، غريبه برده شويه. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بحضراتكم، رجعنا مره ثانيه عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد عبد الفتاح اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي بطبيعه الحال الكم الاكبر من الكلام او الجزء الاكبر منه ماشي طبعا في سكه لقاء العوده بين الاهلي والاتحاد المنستيري التونسي. وعايزين نعرف من حضرتك بقى فكره الارض والجمهور الى اي درجه بتكون قوه ضاربه مع الفريق؟ اكيد طبعا. زمان كنا مثلا لعيبه النادي الاهلي او لا الفرقه اللي بتيجي تلعب النادي الاهلي يقول لك استاد القاهره بالنسبه لاي تيم بالنسبه له بتبقى مشكله كبيره جدا. وده كان معروف كده الماتشات الاهلي الافريقيه وماتشات منتخب مصر، الملاعب مباراه على استاد القاهره بيبقى مباراه خلاص مرحله ما قبل صعبه جدا. بالظبط ايام الحلوه بالظبط كده. دلوقتي احنا عندنا ملعبنا ملعب السلام، طبعا عايزين نعود لعبتنا على اللعب بجمهور. احنا دلوقتي برضو احنا نلعب ب 1000 متفرج 2000 متفرج، لما الدنيا ب 5000 متفرج. لا احنا رايحين الفتره الجايه ان شاء الله بعد موضوع الكورونا، وبعد المفروض ان شويه الجماهير بتبدا تزيد، والسنه دي طالبين مثلا ان المباراه فيها 6000 متفرج. اتمنى ان اللاعب المصري يتعود يلعب الجمهور، لان خلاص هو ده اتفرج دلوقتي على الدوري الانجليزي الدوري الاسباني. انت عندك اي دوري في العالم اللعيبه اللي هم الاصغر سنا اللي تم تصنيفهم عمرهم ما لعبوش في وجود جمهور اصلا قبل كده، احنا بقى ما مروش بالتجربه دي من اساسه. بقى لنا 10 سنين هتلاقي حتى اللعيبه الكبار عدد المباريات اللي لعبوها بجمهور قليله جدا. حوالي مثلا لو عدينا خلال السنوات دي 20 30 مباراه بالعدد يعني، لكن اللعيبه الصغيره لازم تتعود اللعب على جمهور. اللعب تحت ضغط الجمهور ده موضوع صعب جدا مش سهل، انك انت تلعب زي الفنان اللي بيلعب زي اللي بيعمل دور في مسرح قدام جمهور. طول ما الجمهور بيتفاعل معاه بيسقف له بيشجعه بيبدع اكتر. هو لعيب الكوره برده كده لما بيلعب قدام جمهور بيشجعه
احساس مختلف تماما. احنا الجيل بتاعنا عشنا التجربه دي كتير جدا قدام، بنتكلم قدام 100,000، كنا بنلعب قدام 100,000، الموضوع ده كان عادي جدا. فزنا ببطولات كتيره جدا قدام 100,000، وال 100,000 دول كانوا بيفرحوا غير جماهير النادي الاهلي اللي كانت بره بتفرح ازاي. طبعا موضوع مختلف. اتمنى ان شاء الله اولا من وزاره الداخليه تساعد في دخول الجمهور الفترات الجايه. النادي الاهلي طلب في ماتش اتحاد المستري ان الجمهور يزيد شويه، اتمنى دي. اتمنى ان الدوري المصري حتى كمان العدد يزيد شويه مباراه لمباراه. على الدور الثاني خلاص تبقى الموضوع مثلا ان خلاص يبقى الموضوع مفتوح ان الجماهير تقدر تخش في كل المباريات. يا ريت. كلام محترم جدا. ولو كلمنا بقى بالتفاصيل اكتر عن يعني القائمه بتاعتنا والدوري اول مباراه عن الاسماعيلي، الموسمين اللي فاتوا شفت ازاي مقارنه بالموسم ده؟ يعني تتوقع هيبقى ازاي، خصوصا الموسمين اللي فاتوا كان عندنا مشاكل كتيره جدا، داخلين موسم جديد بفكر جديد بسكواد احسن بكتير أكيد. بمدرب جديد، كل حاجه جديده يعني، بس عندنا كمان امل جديد. هل بتشوف ان شاء الله المباراه الاولى مع الاسماعيلي هتفرق بشكل كبير عن الموسم اللي فات، ومن ناحيه ايه كمان؟ بص، اول حاجه خلاص احنا هنبطل نغمه الاجهاد، خلاص بطل نغمه اللعيبه محطوطه تحت ضغط خلاص. صح. دلوقتي اللعيبه خدت راحتها. عندنا دلوقتي لو عندنا كان مشاكل كبيره جدا في الاصابات، هتلاقي كان من مباراه لاخرى عدد واحد او اثنين من اللعيبه الاساسيين ما تلومش معاك في الفرقه. لا، وانت كل مباراه كان عندك اصابه جديده، انا بقول كده ده شيء صعب جدا. فدلوقتي يعني خلاص احنا الحمد لله عدينا النقطه دي، الحمد لله. عندنا سكوات حلو قوي من ناحيه اللعيب واللعيب البديل، كل ما كان عندك دلوقتي في لعيب اساسي ولعيب احتياطي، اللعيب الاحتياطي حتى بيبقى ساعات في اوقات من الاوقات افضل من اللعيب الاساسي كل مكان. يعني بتتكلم في فيرود دلوقتي عندنا شادي، محمد شريف، حسام حسن، الثلاثه اي حد فيهم لا يقل عن الاخر. بنتكلم على الجناح الايمن، بنتكلم حسين الشحات، بنتكلم على بيرسي تاو ان شاء الله لما يخش، جنب الشمال طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر. انا بكلمك في كل مركز دلوقتي في عندك اللاعب واللاعب البديل بتاعه. لو اي حد فيهم موجود ما عندكش مشكله خالص. الاساس زي الاحتياطي نص الملعب عندك ديانج وعمرو السوليه وعندك حمدي فتحي برضه مش عايزين ننساه. انا كان نفسي بقى يعني في صفقات النادي الاهلي ان احنا محتاجين ديفندر كمان. ديفندر مهم جدا لان مركز الديفندر ده شغله كتير قوي في الملعب. طبعا. اصاباته بتبقى برضه شايف ان هي أكيد. كتير، انذاراته بتبقى كتير، فالوقف بيبقى كتير. بس هو انا شايف ان ممكن قفشه بيحل المشكله دي انه يلعب ديفندر في نص الملعب. عندنا في الباك رايت دلوقتي محمد هاني، الحمد لله على السلامه، اكرم توفيق وجوده مهم جدا والحمد لله شفنا جدا جدا طبعا. جدا عندنا ناحيه الشمال معلول، ايمن اشرف برضو بيشتغل فيها. عندنا المساكين الحمد لله متولي رجع، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه. تتكلم ان كل مكان دلوقتي اي حد موجود من الاسامي اللي انا بقولها دي ما عندكش مشكله خالص. انا قلت لك سكواد دلوقتي كله الفرقه اي حد موجود من ده او البديل مفيش فرق خالص في لعيبه النادي الاهلي. حراسه المرمى ما شاء الله، لو اتكلمت برضو عن محمد الشناوي، علي لطفي، والحاجه المبشره جدا مصطفى شوبير الحارس اللي انا من وجهه نظري المستقبل جاي له جدا، ومصطفى من الناس اللي مركزين قوي، بتمنى له التوفيق ان شاء الله. فانا اتكلمت دلوقتي على شكل النادي الاهلي، اتكلم على البديل اللي شفناه من الماتش اللي فات مثلا، محمد شريف نزل كان كويس، قفشه معاك كويس، بيرسي تاو لسه برده جاي، حسين الشحات برده لسه جاي. فسكوات الحمد لله مطمنا، عشان كده ما نفكرش احنا هنجيب لعيبه، نجيب لعيبه مكملين. وكهربا صفقه، كهربا حاجه، لا كهربا ان شاء الله بعد وجوده من وجهه نظري اللي رجعت. صحيح، من وجهه نظري، عشان انا من وجهه نظري انا بحب كهربا على المستوى الشخصي. شخص جميل بيحب كل اصحابه، لما بتابعه على الفيسبوك بيعمل حاجات حلوه جدا مع اصحابه، شخص جميل. فعشان كده ربنا ان شاء الله يوفقه مع فرقه النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. كل التوفيق للفريق، ونيجي يوم الاحد ان شاء الله بقى نقول صباح النصر مره ثانيه، احنا نستحق ذلك. وكمان كانت غايبه عننا بقالنا كتير، احنا دايما كنا بنقول كده، جات لنا فتره الحمد لله كل مباراه نيجي بعدها نقول صباح النصر، بس غابت فتره، بس اهو بنعود مره ثانيه ان شاء الله تبقى مباراه قويه جدا. نورتنا يا كابتن احمد، للاسف الوقت خلص، بس بجد يعني كانت فقره جميله. شكرا ليك. شكرا لوجودك معانا، ونشوفك على خير باذن الله. واسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم ثاني واخر فقراتنا الحواريه حلقتنا النهارده، خليكم معانا.